الأزمة اللي احنا فيها الآن واقعين فيها أزمة إيش؟ أخلاق، سوء الخلق مع الله بالإلحاد الذي انتشر والعياذ بالله، سوء الخلق مع الشريعة بردها، سوء الخلق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإساءة إليه، سوء الخلق مع العبادات بالتفريط فيها، سوء الخلق مع الناس بأكل أموالهم إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. عندنا سوء خلق عجيب نحن يعني واقعون فيه، نسأل الله السلامة والستر والعافية. فننتبه لمثل هذا، لمثل هذه الأشياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول شيء يقول له صل من قطعك، ما هو صل من وصلك، ليس الواصل كالمكافئ، لا، الخلق النبيل هنا أن تصل الذي يقطعك وليس الذي يصلك. يعني صلة الواصل هذه، الذي يواصل هذه موجودة فينا طبعا صحيح، لكن ممكن من يقطعك تقول يا أخي زي ما عاد ما يجينا أنا ما إيش لن أذهب، لأن النبي يقول لك لا، ليس الواصل كالمكافئ، صل من قطعك. من اسم موصول معنى الذي جاء في جملة الأمر يدل على العموم، يعني كل أرحامك قريبهم وبعيدهم، قد ما يكون تستطيع أن تواصلهم فإنك أنك تواصلهم. نعم.